تبي تعرف من هو السعودي؟ السعودي هو اللي يمد العالم في طاقته، وهو ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، والأهم في 2030 أكثر من 50% من الطاقة في السعودية بتصير متجددة. السعودي هو اللي يواجه وبيواجه التحديات وما يهابها، وفي وقت الشدة تشوف الدولة والشعب يد واحدة. السعودي هو اللي خيره ما بخل فيه على غيره، وساعد الكل حول العالم، منها التعليمي والصحي والتأسيسي وغيرها الكثير. السعودي هو اللي يعيش المستقبل في الحاضر، وتطوره ما له حدود. واللي يحتاج سنين هو ينجزه بأيام. السعودي اللي من داره تخرج. السعودي هو ابن السعودية، والسعودية هي دارنا. دام عزك يا دار.